عليكم. حكينا بالحلقة السابقة عن دور الجيش الأردني في حماية بيت المقدس وعن المعارك والبطولات اللي خاضها في سبيل ذلك. بعد نكبة 48 تولى الأردن رعاية وإدارة القدس والأقصى باعتبار الوصف الشرعي عربيا ودوليا، وساهمت السيادة الأردنية على القدس في فرض سياسة الأمر الواقع والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة. وبعد حرب 67، بعد احتلال أجزاء كبيرة من القدس والضفة الغربية، حاول الاحتلال ضم القدس وضع الأوقاف والأقصى تحت سيطرة وزارة الأديان الصهيونية، لكن هبت القدس منعت هاي الخطوة، وبقي الأردن مسؤول عن أوقاف القدس حتى بعد قرار فك الارتباط واللي استثنيت منه إدارة الأوقاف. ومن خلال هالترابط بين الأردن والقدس تمت رعاية الأقصى والمحافظة على معالمه من خلال سلسلة من الإعمارات الهاشمية، واللي كان آخرها إعادة بناء منبر صلاح الدين الأيوبي واللي تم إحراقه من قبل الصهاينة بعام 1969، وشارك في إعادة بناء حرفيين من عدة دول عربية وإسلامية.